بحلقة جديدة من أخبار صباح ليوم الاثنين 6 تشرين الأول ثالث أيام العيد، والبداية من أسواق بيروت مع مهرجان عيد الأضحى، لنتابع من بعدها مع العشاء الخيري لجمعية الألزهايمر بلبنان، آخر إصدارات الكتب مع الزميلة مريم الحج، والعشاء الخيري لجمعية حماية جبل موسى. أما ضيفنا لليوم فهو الباحث محمد كريم، وهو المشارك مع العميد جورج حرو بكتابة كتاب اللحن الثائر وسيرة الأخوين فليفل وتكريمهم يلي رح بيتم بقصر اليونسكو. ولكن البداية بتكون مع اتصال مع مصلحة الأرصاد الجوية، ومعنا على الخط الأستاذ محمد كنج ومعه كافة التفاصيل عن طقس بداية هالأسبوع. أستاذ محمد صباح الخير وينعاد عليك بالبداية. صباح النور وتنعاد عليك إن شاء الله. شكرا، تفضل بتفاصيل الطقس كيف رح بيكون مع بداية هالأسبوع. إجمالا عندنا طقس مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي المتوسط. نعم، الطقس لليوم بيكون قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط درجات الحرارة بالداخل وعلى المرتفعات، واستقرار على المناطق الساحلية. الحرارات لليوم على الساحل بين 18 و 29 درجة، فوق الجبال من 12 ل 24، وبالداخل من 12 ل 30 درجة، أما بالأرض من 8 ل 19 درجة. نعم، بكرة مكفي قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي وبسيط درجات الحرارة. الهواء عم بيكون شمالي غربي لشمالي، سرعته بين 10 و 25 كيلومتر، والرؤية جيدة، الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و 75%، أما حال البحر فمعتدل، حرارة سطح الماء 27 درجة. هذا إجمالا كل شيء، يعني إجمالا طقس حلو. طقس حلو رح بيكون خلال الأسبوع مع آخر أيام العيد. شكرا لك الأستاذ محمد كنج، ومنتمنى لك بداية أسبوع حلوة. جوال صباح الخير. صباح الخير بيارات، صباح الخير لكل يلي عم يتابعونا. اليوم الاثنين مثل ما كنت عم تقولي ثالث ايام العيد، تحتجب الصحف عن الصدور لنبدا حلقتنا مع تقاريرنا المنوعه وضمن الحركه الثقافيه اللي عم نشهدها بالمناطق اللبنانيه، معرض صور فوتوغرافيه بتعكس طغيان المجتمع الاستهلاكي يلي عم يبحث عن السلع الثمينه كونها تابعة لماركات شهيرة. معرض من توقيع الفنان إيف حياة عم تشهد صالة عرض مارك هاشم، والتفاصيل من تبع سوا. مقاومة فنية، أيقونات نائمة، شخصيات رحلوا، مجتمع استهلاكي، شعارات دينية وشخصيات سينمائية. مواضيع جمعون سويا الفنان إيف حياة بمعرض واحد ومن خلال صور فوتوغرافية تحكي عن طغيان الماركات الفخمة والمجتمع الاستهلاكي رغم كل الظروف والحروب السائدة، فبالنهاية الحياة بتستمر والناس بتضل رح تستهلك. Comment dire, qui correspondent à ce qu'on appelle une mystification, c'est-à-dire tout ce qui arrive dans ce monde et qui ne ressemble, qui sont des choses qui sont arrêtées fausses. شغل عم بيكون على plexiglas، عم بيكون في contrast بالموضوع بين الحرب وبين الرفاهية اللي هي بجيب ماركة عالمية بحطها بمكان مدمر. فينا نقول عنه conceptual، بس هو بيرفض كلمة conceptual لأنه عنده طريقة خاصة بتعبيره. أكثر مباشرة العلاقة بأحياناً البارفان أو الإشي اللي عم تنباع. الأيديا كتير كتير حلوة لأنه كتير ببلش بفرج الكونتراست بين الحرب والإيفولوشن، والويل يلي عنده إياها بيكون الشعب إنه بده يكمل. Very sensitive and genuine artist. I love the exhibition. في حياة اللي حمل عنوان ميستيفيكاسيون أو التأليه، تراوح ما بين الصور والتجهيز ليطرح مسائل اجتماعية وسياسية، وليشكل المعرض صورة عن مجتمع اليوم اللي أصبح بأله فقط الماركت والمنتوجات الفخمة، تقنيات عصرية استخدمها إيف بلوحاته ليجسد التاريخ والمرحلة اللي وصلنا لها اليوم. تعددت الأنواع بالفن، ما عاد في حدود، يعني ما عاد في برواز كادر للوحة، صارت اللوحة تظهر برات الكادر. أنا عم بعلمنا كيف نحن نقاوم ونصمد، مثل أنه المحل أو التجارة أو الحياة بعدها مكفية بهالفوضى اللي حواليها. The first
time visit the gallery in Beirut, and yeah, it's cool, it's nice. Following his work for a few years now, we're very lucky to be in Beirut and to see it for real. It's nice. مستفكاسيون معرض إيف حياة بواجه الماضي بالحاضر، الجمال بالرعب، لا مبالاة بالطائفية. معرض انطلق بصالة عرض مايك هاشم بوسط بيروت ومستمر لغاية 11 تشرين الأول. تابعين معكم ومبدعين كتار عم بيقدروا انه يغنوا المكتبة الفكرية والفنية من خلال اعمالهم، وتقديرا للعطاءات اللي عم بيقدمها نحاتين ورسامين، تم اختيار 4 فنانين لتكريمهم بمبادرة من جمعية الفنانين اللبنانيين للرسم والنحت. هالحدث شهده قصر اليونسكو، والتفاصيل من تبع بهالتقرير. النسخة الرابعة من التظاهرة الفنية لجمعية الفنانين اللبنانيين للرسم والنحت سجلت على مسرح قصر اليونسكو، وبمساحة كبيرة توجت مسيرة إبداعات فنانين بما حملته من رؤى، هواجس، انكسارات وأحلام. وبتكريم الفنانين منى سعودي، سمير أبي راشد، حسن جوني، أنطوان بربيري، دليل قاطع أنه الفن ما زال بألف خير. رغم كل الظروف اللي مرينا فيها، رغم كل المشاكل وشغلة البال، في عالم تاني بسميه دائما انا، هي عالم الفكر والفن والثقافه. طبعا ما بنتظر الواحد تكريم عاده، بس كمان لما يجي التكريم بحس الواحد انه خي في ناس عم بيشوفوا، عم بحسوا بهذا العطاء. زرعوا بذور جميله بهالبلد، بلشنا نقطف ثماره من فنانين حلوين، من ابداعات، من خلق حيبقى يكون شيء خالد لهالبلد. الاصوات خلينا نسميها اللا اخلاقيه تتعالى، حبينا تكون انه يكون الابداع هو الصوت المتعالي فوق كل صوت. نحن لو ما الاساتذه والرواد الفن التشكيلي نحن ما وصلنا لهون. انا وصغير احلم انه اقدر انفذ شيء ببلدي. الحمد لله في كم مشروع تنفذوا. أكثر من 100 لوحة ومنحوتة وأعمال تجهيزية وتصوير فوتوغرافي وتقنيات معاصرة وحديثة توزعت على صالتين كبار بدعم من وزارة الثقافة، لأطلق كتاب بيتضمن أعمال أكثر من 80 فنان بيستحقوا هاللفتة. هذا شيء مهم، وبندعي كل الناس وكل النشطاء اللي بيحبوا الفن يجوا يحضروا هالمعرض. هلا نحن الوضع اللي نحن فيه ما بده الا فنانين تدعمون. مساحه اكيد مساحه كبيره، قد ما اذا بتلاحظي في كثير مدارس مختلفه. جهود الفنانين واضحة وطريقة حلوة لتكريم الفنانين، ولازم تكون أكثر، يعني هي مرة بالسنة. لازم هيدا التكريم ما ينعمل بس بآخر السنة مثل ما كل سنة بيصير، لازم إنه يتكرموا أكثر. الله يخلي هالفنانين اللي شوي بينسوا واقع الخارج.